السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي ترند البرنس، رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تشكيل المنتخب المصري اليوم أمام السنغال. استقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بشكل كبير على التشكيل الأساسي لمواجهة السنغال المقرر لها اليوم في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة في إطار منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم. وينوي كيروش بنسبة كبيرة مفاجأة منتخب السنغال بالدفاع بعمر مرموش في مركز رأس الحربة بدلا من مصطفى محمد للاستفادة من سرعة مرموش في الهجمات المرتدة والتسديدات بعيدة المدى. تشكيل المنتخب المتوقع أمام السنغال وهو حراسة المرمى محمد الشناوي، خط الدفاع عمر جابر، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أحمد فتوح، خط الوسط حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية، وخط الهجوم محمد صلاح ومحمود حسن، تريزيجيه وعمر مرموش. يذكر أن المنتخب مصر تفوق على السنغال بهدف مقابل لا شيء في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة. إن شاء الله يا رب بالتوفيق للمنتخب المصري والمنتخب الجزائري والمغربي والتونسي، كل المنتخبات العربية اللي تأهلت إن شاء الله يا رب تسعد بإذن الله تكمل معانا المونديال. لا تنسوا الاشتراك ولايك وشير للفيديو، والسلام عليكم.